بص، هو انا لما شفت بيب النهارده بيبدا بال 4 2 3 1 وبيبدا بدافيد سيلفا صانع العاب، قلت كويس مفيش اي مشكله. بس لما شفت ان دافيد سيلفا عنده مشاكل في تاديه الدور، غير ان تحتيه كمان كيفن دي بروين تايه، هو وايكاي جندوجان اللي بيرجع النهارده رمود عمرو السوليه اللي هو تايه في الملعب، لا انت عارفه ديفندر ولا انت عارفه بوكس تو بوكس ولا انت عارفه بيعمل اي حاجه في الملعب غير انه بياخد الكوره يلف بيها حوالين نفسه. وكمان لما دورت على المود العبقري اللي وراه من ناحيه كايل ووكر، قلت بس هي كده بينها بتشتي. ولما شفت كمان اول فرصه بيضيعها بيرغم ريكوميانجو قدام ال 18 لما راح انفراد فيس تو فيس وراح شايط في بطن ايدرسون، قلت لا في حاجه بتتحضر. غير ان كمان ناحيه الشمال في الاسطوره ميندي، فقلت الفرقه دي هتلبس وفي مشكله هتحصل، بس المشكله لما نلبس الجون الاول مش هنعرف نرجع. وكمان ايه، لما لبست الجون الاول قلت عادي في تغييرات بره على الدكه ان شاء الله بيبقى هيعمل حاجه، بس لما لقيت ان هو الشوط الثاني بيبدا بال 4 3 3 وبينزل كاي جندوجان ديفندر وبيلعب على اليمين بكيفن وعلى الشمال بدافيد سيلفا، قلت الراجل ده بيكمل دافيد سيلفا، بس قلت عادي يعني مش هيعمل اي حاجه هيجي بغير دافيد سيلفا. بس لما لقيت ان رياض محرز بدا يخش في الجيم وبدا يعدي واحد على واحد وبدا يشوط وميليانو مارتينيز يطلع ويجي هو مغيره ونزل فيل فودن وكمان ينزل رودري مكان ايكاي جندوجان وبرده سايف دافيد سيلفا في الملعب، ده مهرجان اعتزال دافيد سيلفا رسمي. انت بعت الفرقه عشان خاطر تلعب دافيد سيلفا وتديله تكريمه، ايه في الاخر اللي حصل؟ لبست من ارسنال الاثنين ومع الشكر يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك، مش عايز اقول لك اعمل لايك اعمل سبسكرايب عشان هي خلاص عماله تشتي معايا، يعني برشلونه بيخسر والسيتي كمان بيخسر النهارده وربنا يستر على ماتش ريال مدريد والسيتي، انا حاسس ان انا اللي فال وحش على الفرقه اللي انا بشجعها، بس مش ده المشكله يعني، المشكله ان انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر قدام ارسنال النهارده في كاس الاتحاد، والله انا ما عندي مشكله ان انا اخسر قدام ارسنال، عادي يا عم ارتيتا ابننا والف الف مبروك ليه وربنا يكرمه وياخد البطوله عشان خاطر يوصل لاوروبا ليج، بس عندي مشكله لما الاقي ان الفرقه بتاعتي بتخسر عشان خاطر في مدرب بيجامل لعيب جوه الملعب. ده المشكله بتاعتي جوه الماتش النهارده، انا المشكله بتاعتي ان انا شايف ان بيب جوارديولا باع الفريق النهارده عشان خاطر يثبت ان دافيد سيلفا قادر ان هو يدي الموسم كمان، وباين ان دافيد سيلفا مش قادر يدي اي حاجه بعد الدقيقه 60، بس لا انت هتعمل اي حاجه في الملعب عشان خاطر تساعد دافيد على ان هو يرجع يقود الفريق، حتى في اوقات كنت بحس ان اللعيبه بتدور على دافيد سيلفا في ال 18 وتبصيله لدرجه ان انا حسيت ان فعلا ده مهرجان اعتذار رخيص بنخلص فيه مسيره دافيد سيلفا، مش ماتش بتلعب فيه على مين اللي هيوصل للفاينل وهيلعب نهائي كاس الاتحاد. حسيت الموضوع لا يا جماعه انتوا كده يعني بتزودوها قوي. ما ممكن ان انت تكون عامل غطرسه شويه على ان انت ما بتخسرش قدام ارسنال، بس اكيد غطرستك دي هتلبسك في الحيط وده الله. وانا بصراحه الحاجه اللي بتغيظني انت جايب الثقه الاوفر زياده دي على مين دي ناحيه الشمال وعلى كايل ووكر ناحيه اليمين منين؟ يعني الرجاله بسم الله ما شاء الله لا هم هجوميا نافعين ولا دفاعيا نافعين. يا عم مندي كان عالمي قبل الصليبي، بس بعد الصليبي مندي سيء، وغير ان مندي لما بيلاقي فيروت جوه الصندوق ما بيعرفش يلعب بدماغه، 70% من قوه مندي بتضيع لان هو هيفضل يلعب عرضيات على الفاضي. جيسوس راجل مش بتاع عرضيات ولا بتاع اي حاجه، جيسوس كريم بنزيما ستايل عايز يلعب برجله كتير، بس لا بقى احنا ايه النهارده يوم من ايام رحيم ستيلينج اللي هي تحت السلم وتحت بير السلم اللي هتلاقي رحيم ستيلينج اوسخ لاعب جوه الملعب عادي يعني مفيش اي مشكله. ونفس الايكاي جندوجان ده اللي لعب ماتش ريال مدريد، يعني هو نفس الايكاي جندوجان اللي كان ماتش ريال مدريد كان تنين، النهارده ايكاي جندوجان رجع للمود الطبيعي اللي هو ايكاي جندوجان اللي بيشلل الناس وبيعرف الناس كلها انت بتلعب في الملعب يعني بصفتك ايه، بوكس تو بوكس ولا انت بتلعب ديفندر. حتى لما رجع يلعب ديفندر الشوط الثاني الفرقه برده كانت زي الزفت. ليه بقى؟ اصل الفرقه لما بتلبس الهدف الاول قدام اي خصم ما الموضوع بالنسبه لها بيبقى صعب. ليه بقى بيبقى صعب؟ عشان خاطر الضغط العالي اللي الفرقه كانت بتمتاز بيه في وقت من الاوقات بدا يبقى مش موجود، لان لعيبه نص الملعب فيها اتنين ضعاف جدا زي كايل جندوجان ودافيد سيلفا، فطبيعي جدا ان نص الملعب يكون عباره عن فراغ اللي هو ميزتك بس والكره معاك، بس لو الكره مش معاك بتشتي يابا قطط وكلاب وهتلاقي في انفرادات بالزوفه لاي خصم بيلعب ضدك، حتى لو الخصم ده كان نورتش او الخصم ده كان شيفيلد او الخصم ده كان اي فريق في الدوري الانجليزي. السنه دي هي سنه فعلا موسم المعتيه بعد ما قلت بعد ماتش ولفرهامبتون. هل بقى هنكمل على الوضع ده كتير؟ الله اعلم. احنا لو لعبنا ريال مدريد بالتشكيله اللي لعبنا بيها النهارده دي قبح قبح والله يعني قبح بجد، بس انا ما اعتقدش ان بيب جوارديولا هيجرم في ماتش زي ما اجرم النهارده، ده اجرام والله، دي تشكيله اجرام يعني 4 2 3 1 وعمال انت والمساعد، ده المشكله بقى انا جيت انسى اسم المساعد دلوقتي، انتوا الاثنين عمالين تقولوا لا يا جماعه في مشكله في نص الملعب، طب في مشكله في نص الملعب، طب نعمل ايه بقى؟ احنا هنخلص الفرقه كلها. ما كانت من الاول نزل رودري مكان دافيد سيلفا وطلع كيفن دي بروين صانع العاب، لا بقى انا هخلي دافيد سيلفا في الملعب، خليت دافيد سيلفا في الملعب اشرب هيتحفل على ابونا لحد الصبح، جماهير عايزه تحفل بقى لها 20 سنه
يلا بقى دلوقتي عايزين نحفل على السيتي. انا كسبت ليفربول الاسبوع اللي فات يبقى انا البطل، وكسبت السيتي يبقى انا خلاص التنين. عادي بقى، مش مشكله ان انا واقف قدام الجون بتاعي، مش مشكله ان انا رحت هجمه او هجمتين في الشوط الاول ورحت برده زيهم في الشوط الثاني. لا، المشكله بقى ان انا كسبت شوط 4 3 انا كسبت بيها. لا، انا كسبت وخلاص. ليه؟ عادي يا معلم، استحمل اتحمل. طيب انت فعلا عنصري؟ بيب جوارديولا فعلا بدا ان هو يبين لك الحته العنصريه اللي جواه. يعني مثلا انت يا توريه ما صبرتش عليه ربع الصبر اللي انت بتعمله مع دافيد سيلفا، مع ان يا توريه انت جاي السيتي وهي كان واحد من دول الفرقه، بس مع ذلك ايه؟ يا ما عجبكش؟ ما اعرفش. انما لما شفت ان دافيد سيلفا وصل ل 34، انت عايز تجدد دافيد سيلفا عشان خاطر يكمل معاك موسم تاني، مع ان دافيد واحد من اسوأ مواسمه في الكوره، لان هو خلاص الموضوع بالنسبه له بقى باين دافيد سيلفا مش قادر يدي في الدوري الانجليزي، والراجل عايز يروح امريكا، عايز يروح ايطاليا يخلص هناك. انما لا، انت عايزه يكمل معاك، ويكمل معاك دي بقى على حساب الفرقه، مش مهم اي حاجه. يعني دافيد لما كان بيلعب في الدوري كان بيبقى سيء، لما كان بيلعب النهارده كان سيء. الفرقه نص ملعبها لما بيكون ضايع خلاص ما بيبقاش ليك اي شكل. ليه؟ لان انت كبيب جوارديولا بتحب تلعب في العمق، الاطراف بالنسبه لك هم خيار تاني. ولما تلعب قدام مايكل ارتيتا اللي قافلك الاطراف النهارده بال 4 5 1 وكل طرف عليه 2 لعيبه، واللعيب بتاعك مش هيعرف يعدي واحد على واحد، فهيضطر يلعب عرضيات اللي هي حاجه من نقط ضعفك، فهتلاقي ان الماتش طلع انت مش خطر فيه، انت شايط اربع كور بس على المرمى عادي. حتى نص 16 هتلاقي منهم على المرمى اربعه ما لهمش اي سنين طلب. خسرت، استحقت انك تخسر. اتمنى انك تتعلم وانك ما تعملش الهبد اللي حصل ده ماتش ريال مدريد، لانك عملت الماتش ده ماتش ريال مدريد، زين الدين زيدان هيطلعك بفضيحه. زين الدين زيدان مش ارسنال ولا ارتيتا، هتلاقي نفسك طالع بخمسه وسته، وتاريخك اللي انت عملته فجاه لقيت ان في ماتشات كده بتنزل المنحنى بتاعك، وفجاه هتلاقي ان الناس بيفكروا فعلا ان هم يجيبوا مكانك براند روجرز، ويبقى وضعك من البستين نيله. ماتش وعدى وماتش وخسرت فيه ومفيش حاجه بتتغير، بس لازم تتعلم من اللي انت خسرته. انما لو ما اتعلمتش في مشكلة. عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل براحتك يا معلم، كله موسم من اي الاساس.